وحدة أسيوط يتسلم التكريم محمود حسن أحمد، وحدة السويس يتسلم التكريم الأستاذة شيماء عيد غريب، وحدة المنوفية يتسلم التكريم الأستاذ أمير إبراهيم عبد الوهاب، وحدة الشرقية يتسلم التكريم الأستاذ عبد الرحمن محمد عبد الفتاح، وحدة المنيا يتسلم التكريم مريد إسحاق مريد صمويل، وحدة الأسكندرية 3 الأستاذ كريم محمد جابر، وحدة الأسكندرية 2 الأستاذة نرمين بخيت سعد، وحدة الجيزة 1 يتسلم التكريم الأستاذ محمود حمدي عبد الواحد، وحدة القاهرة جنوب الأستاذ مراد مصطفى صالح، وحدة الأسكندرية 1 نور عبد الباري أحمد السيد، وحدة الأليوبية يتسلم التكريم عنهم محمد نبيل محمد، وحدة شمال القاهرة يتسلم التكريم عنهم سيد حامد خليل، وحدة بني سويف يتسلم التكريم عنهم محمد حسن أنور ياسين، احنا بنستأذنكم كمان عايزين نكرم الفريق المركزي الأستاذ حسني يوسف يتسلم جائزة تكريم الفريق المركزي. بنشكر حضراتكم جميعا، زي ما اتفقنا حضراتكم عايزين صورة جماعية مع معالي الوزيرة، اتفضلوا.